السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. بداية قبل ما أبدأ في الفيديو، ما راح أطلبكم لايك ولا كومنت، لا، أنا حابة جدا إني أشكركم. نمت وفجأة صحيت ألاقيني 20,000 مشترك، رقم قياسي حقق في فترة وجيزة. أنا يعني فخورة فيكم جدا، شكرا لكم من كل أعماق قلبي، سواء يعني لدعمكم، لكومنتاتكم الرائعة والراقية، لتعليقاتكم اللي دايما أنا أستفيد منها جدا في إنها تحسن يعني مستوى القناة ومحتواها أيضا. شكرا لكل شخص بادر وساعد وساهم في رفعة هذه القناة، الله يرفع قدركم يا رب، يعني كلكم جميعا بدون استثناء لكم محبتي وتقديري واحترامي دائما. الله يسعدكم ولا يحرمني لا خلا ولا عدم، انتم كفو والله، شكرا. واعتذر على الإطالة ونبدأ في القصة. وتقول صاحبة القصة حكمة دائما نسمعها من يوم ولدنا، وممكن انه شفناها في مراحل حياتنا، سواء جربناها او مرت علينا يعني من تجارب غيرنا، اللي هي الشيء اذا زاد عن حده انقلب ضده. وهذه طبعا اصدق حكمة شفتها في حياتي انا شخصيا. فانا البنت الكبيرة في اخواتي، اصغر مني بنتين وثلاث اولاد. ولدت يعني في اسرة متوسطة، وعندي اجمل ام في الدنيا كلها، عيبها الوحيد بس الحرص الزايد، الشدة الزايدة، الخوف الزايد. يعني من عرفت نفسي وأمي عندها وسواس النظافة، يعني تخاف علينا من التلوث كل دقيقة، يعني تقول لنا غسلوا ونظفوا وسووا افعلوا، يعني حتى إنها دقيقة في كل شيء، عصبية. يعني حتى إننا انحرمنا يعني من الشوكولا عشان تسبب لنا تسوس، انحرمنا من الشاهي والقهوة، صراحة ما كنت أعرف حتى طعم الغازيات كيف يكون، محاصرة في كل شيء. يعني خوف وهلع منها يعني علينا فظيع فظيع. نتجمعت كذا، تخيلوا نتجمع في الأعياد، يعني مع بنات خوالي وبنات عماني، فعائلتنا مرة كبيرة بحكم يعني إن أبوي وأمي أقارب، فكل البنات يعني يأكلون شوكولا ويتقهون، إلا أنا وأخواتي ممنوع علينا. طبعا البنات يشترون آيس كريم وحنا لا، ممنوع، تخاف علينا من اللوز يعني إن نمرض ونمرضها يعني معانا. فكلهم كانوا ينطون حتى في المسبح ويستمتعون يعني بحياتهم كطفولة، يعني عايشين حياتهم من أروع ما يكون، وحنا لا، أبسط الأشياء محرومين منها عشان أمي تخاف علينا. يعني ما كانت تخلينا نسبح أبدا، يعني كان هم يسبحون ويغرقون ويطلعون حتى يرتجفون من البرد، لا، وفوق كذا يشربون غازيات، حنا لا، يعني لازم نكون نظاف، لازم نكون مرتبات كل شيء. فكنا نطالعهم يعني من برا المسبح، ما كنا نقدر حتى نسترجي إن نقول لها خلينا أو اسمح حيلنا. فكانت تخاف علينا ان نغرق او ان نبرد، فتمسكنا كذا على جنب قبل ما نروح اي مكان، تجلس تهددنا انه لو سبحنا ولا كذا ولا سوينا ولا احرجناها انها حتعاقبنا. يعني ادري صراحة انها تحبنا، بس يعني عارفين حب المرض هذا، حب التملك، يعني حب في غير محله صراحة. كانت يعني كل البنات يروحون عند ابائهم في قسم الرجال، هي ترفض يعني تقول لا، انتم بنات حلوين وكذا، وانا اخاف عليكم من نظرات الاولاد. فحقيقي يعني حرصها الزائد هذا وصلنا الافكار تمرد، يعني ما تخطر على البال، تعيسين يعني على طول، ما عمرنا شفنا السعادة، برغم والله العظيم انها موفرة لنا كل شيء، موفرة قنوات محافظة والعاب، وموفرة لنا مدرسة خصوصية، واحنا صراحة ممتازات مرة، بس ان طفشنا خلاص. يعني حتى في الاجازات كانت تخلينا نمسك مناهج الكتب السنة اللي يعني بتجي، تقول لازم تطلعون عليها تاخذون عليها نظرة. فالافطار كان يعني له وقت بالثواني، يا ويلك لو ما صحيتين تفطرين، يعني الغداء لازم له توقيت، العشاء لازم له توقيت، يعني كل شيء كان له نظام معين ما يتغير. والنوم برضو له وقت، ما عندك نوم لا عادي، بس روحي انسدحي يلا لين يجيك النوم، اهم شيء انك ما تقعدين سهرانة ابدا. فصراحة هي تعبانة معانا، دائما متوترة ويعني حريصة كل ليلة تفكر يا ربي بكرة ايش اسوي لهم، اكل صحي، كيف بتنظم وقتها، كيف بتخلص شغلها. يعني والله العظيم ودي اني اشوفها كذا رايقة وتضحك، يعني ودي اني اشوفها حتى تترك الانضباط لو 5 ساعات بس في اليوم. يعني تعبت صراحة مرة مرة، تعبت وتعبتنا معاها، فكرهنا يعني العيشة هذه، وكبرنا وحنا كارهين حتى حياة الرتابة هذه، حياتنا جدا مملة، كبرنا يعني على هذا النظام.
يعني كنا نجيب البيبسي للبيت بالدس وبالخفاء يعني، ونمر يعني بعد طلوعنا من المدرسة على محل برجر ونجيب يعني كولا ونشربها هناك، أو أحيانا نخبيها يعني من غير ما تدري عنا. طبعا زيارات وطلعات مع صديقاتنا رافضة نهائيا. طب يا ماما يجونا البيت؟ لا ممنوع، جوالات ممنوع، تليفون ثابت، مكالمات لكن محدودة، يعني إذا كنت أبغى واجب أو أي شيء بس. فصار طول تفكيرنا يعني كيف نحقق مطالبنا بالسر، يعني كيف أسوي اللي أبغاه بدون حتى أمي ما تدري، يعني وقدامها أنا أكون صراحة البنت المطيعة وزي كذا يعني اللي ما في زي. فدخلت الجامعة يعني وطلعت جوال بدون علمها، الحمد لله يعني ما حد درى. فصرت أطلع مع صديقاتي مطعم بدون حتى علمها، يعني حسيت بالحرية شوية، يعني أخذت حريتي أكثر لأنها انشغلت أصلا بأخواني الأولاد، فكانوا جدا متمردين في المتوسط والثانوي، يعني كسروا كل قواعدها وصارت محبطة جدا وزعلانة دائما ودائما تدعي عليهم. وأبوي الصدق أنا ماله شخصية يعني مطنش كذا مريح راسه أبدا يعني من المشاكل، وكل ما شافها معصبة راح سافر له كم يوم وجاء، إلين جاء اليوم اللي كشفتني فيه واكتشفت إن عندي جوال وانهارت ضربتني. يعني أنا والله العظيم ما غلطت ولا كلمت شباب، بس كان تواصلي يعني مع صديقاتي. فصادف هذا المشكلة إن تقدم لي شخص مطلق يعني زوجته وعنده ولد وبنت، فحسيت وقتها إنه هو الفرج، وافقت على طول حتى بدون ما أفكر بس عشان أحس بالحرية. وافقت عليه وقامت زعلت علي أكثر، وكانت تدعي علي يعني كل مرة، وكانت ترجع تترجاني أرفض وأنا لسه يعني صغيرة وبتقدم لي أحسن منه، بس إني صراحة ما سمعت كلامها، وكان كل هم إني يكون عندي بيت ومطبخ يعني، وأعبي دولابي شوكليت والثلاجة يعني كلها تكون معبة غازيات وكذا، يعني كل الأشياء اللي حرمتني منها أبغاها تكون عندي. فوافقت وتم الزواج بعد تخرجي وسافرت شهر العسل، والصدق صراحة كان إنسان طيب يعني ما يعيبه أي شيء، بس تعلقه في ولده يعني وبنته ما هو طبيعي، كل حياته يعني باختصاره يتكلم عنه عنهم طول وقته يعني. فرجعنا فكانوا عايشين يعني هم مع جدتهم، ولا جابهم عندي الحمد لله. أنا وقتها حملت وجبت ولد، وكنت مرة أحب زوجي بجنون، حقق لي يعني كل شيء كنت محرومة منه عند أهلي. وبعد ولادتي كانت الفاجعة اللي كسرتني، راح اتصالح مع زوجته ورجعها واستأجر لها شقة، يعني حتى الشقة استأجرها قبالي، فحسيت مرة أني بموت بموت من الحزن يعني. وقتها نساني تماما يعني، ما صار يهتم فيني، صار كل وقته معاها، قلبي محروق كل ما رحت يعني لأهلي، فأمي كانت تقولي تستاهلين ده جزء اللي ما تسمعين كلامي وما أدري إيش. فبطلت أصلا أروح لهم خير شر، حتى لو جاء في يومي يعني يجلس طول الوقت يراسلها وتجلس حتى هي ترسل له صورها. فصبرت وتحملت قلت كم يوم يعني كذا وبيرجع لي، لكنها للأسف أنها تسلطت علي وما تقابلني إلا يعني تجرحني قدام أهله، مو راضي صراحة ما يتكلم. في الآخر يعني كذا جاني في يوم كذا حزين وحضني، قال لي أنتي طيبة وتستاهلين والله واحد أحسن مني، أنا أحس أني ظالمك معاي. وزوجتي طلبت مني وقالت لي أنه لو ما طلقتك حتتركني أبدا، يعني مرة حتتركني ولا حترجع لي أبدا. فوقتها خلاص يعني أنا مت من البكي وترجيته يعني كذا، أنا راضية والله العظيم أجلس بدون حقوق، بس الله يخليك يعني خليني ببيتي بس مع ولدي. لكنه رفض وراح وداني بيت أهلي أنا وولدي اللي توه حتى ما كمل سنة وطلقني. فانكسرت وانهرت وضاقت علي الدنيا، أمي من كثر وجعها علي وقهرها مني صارت طول الوقت بس تخاصمني لين نهار، تصبح تخاصم وتمسي تخاصم وتتضايق حتى يعني من حوسة ولدي وزي كذا، وهي أصلا تعبانة يعني تعبانة نفسيا من أخواني اللي طاحوا يعني في رفاق السوء وسهر وتدخين وكذا، حتى أنهم تركوا الدراسة يعني. فبينهم وبين أمي كانت فجوة كبيرة، ما كان حتى في أي تفاهم بينهم. وقتها يعني أنا كذا قعدت أفكر، فطلبت يعني من أبوي أني أسكن في الملحق وأثثت لي وارتحت يعني شوي. وفي يوم جتنا عمتي الكبير، وهي يعني كانت ترعى عمتي اللي أصغر منها، يعني كانت صغيرة كان عندها قصور عقلي يعني ربتها مع عيالها وكذا. فجأت وقالت لأبوي يعني هذه أختنا كلنا وأنا اللي ربيتها وكبرتها، والآن أنا كبرت يعني بروح أسكن عند ولدي ومريضة ما عاد لي قدرة مرة، يعني عمتي الصغيرة هذه عمرها 40 سنة ولا تقبل الشغالات يعني تحتاج رعاية وزي كذا. فقالت هذه أمانة عندكم أنتم اهتموا فيها. صراحة كانت مفاجأة لنا كلنا يعني صدمة، عمتي هذه أصلا ما نحتك فيها يعني نخاف منها،
يعني ما يعني ممكن تسوي تأذيك بأي شيء، يعني متخلفة عقليا، يعني ممكن أنها تأذيك إذا ما كنت تعرف كيف تتعامل معها. فكنا صراحة نخاف منها يعني، الحين تسكن معانا. فطلعت عمتي الكبيرة يعني وراحت، والكل ساكت، وعمتي المريضة هذه ماسكة شنطتها وترتجف مسكينة وتطالع فينا. يعني صح أنها مريضة يعني، بس نوعا ما تفهم يعني، فيها ذكاء، لكن تصرفاتها سبحان الله زي الأطفال. طبعا وقتها أمي انفجرت في أبوي، قالت والله أنك توديها مصحة، والله أنها ما تعيش معاي، كفاية الضغط والسكر اللي فيني يعني من عيالك الفاشلين، تبغى كمان تجيب لي هذه فوق راسي تجلطني مرة واحدة؟ صراحة أمي كانت طيبة يعني وحنونة، لكنها هلكت نفسها بالعصبية، والله العظيم أنها أتعست نفسها بالهموم إلين جتها الأمراض من كل مكان. طبعا أبوي ما ذاق النوم من كثر ما يفكر يعني في هذه المشكلة، والصبح راح كلم مصحة نفسية أنهم يجون يأخذونها، يعني بحكم أنه خلاص ما في أحد يقدر يهتم فيها. فأول ما دخلوا يعني عمتي بغت تموت من الخوف، جالسة كذا تمسك في الأبواب وتصيح، ما تدري حتى فين تروح، تصيح وتبكي يعني أنه تبغى أحد ينقذها، يعني تبغى أحد يمسكها، ما تبغى تروح معاهم. فأنا كنت فوق، يا الله يوم سمعت صوتها يعني حسيت أنه في مصيبة، نزلت أجري، يوم سمعتها لا إراديا قمت أبكي معاها، قلت خلاص روحوا خلوها خلاص، وحطيتها كذا جنبي جست أبكي أنا وياها سوا. يعني أنا صراحة ما أدري إيش أسوي، أمي قامت وقتها تدعي علي يعني إني ليش إني أمنعهم يأخذونها. صراحة ما أدري كيف قلت لأبوي يعتبروها بنتي، خلاص غلاتها بغلات ولدي، والله العظيم تعيش معاي فوق وما حد بيهتم فيها غيري أنا، يعني من كثر ما كنت أنا حزين عليها ذاك الوقت. فرحت شلت شنطتها وطلعت فيها فوق، وأنا فيني من الهموم ما الله به عليم. عمتي هذه يعني مختلة عقليا، عمرها فوق 40، يعني تحتاج تنظيف، تحتاج رعاية، والليل لازم نربطها بالسرير، لأن أحيانا حتى تخرج من البيت ممكن أنها كذا ترمي نفسها من فوق الجدار، وإذا زعلت ممكن أنها تضرب اللي قدامها بأي شيء قدامها يعني. فبصراحة يعني كنت خايفة عن نفسي وولدي، خايفة من المسؤولية يعني، حسيت أني تحملت حمل عظيم يعني. ما أخفيكم أني ندمت ندم عمري كله أني منعت الموظفين هذاك اليوم حقون المصحة أنهم يأخذونها. صرت أقول في نفسي يعني يا ليتني ما سمعتها، يا ليتني ما نزلت، يا ليتني حتى ما شفتها. فعفت النوم حرفيا يعني، صرت أراقبها طول الوقت بس. فمسكت يدها وشلت شنطتها وأساندها يعني في الدرج، وهي تئن يعني، كانت تئن ونين. فما أدري يعني هو ألام ولا خوف ولا حزن، عجزت يعني حتى أني أواسيها ولا أواسي نفسي حتى. فدخلت الملحق وجلست كذا في زاوية، وسوت لها مكان معاي في غرفتي، ودقت على بنت عمتي هذاك اليوم وسألتها بالتفصيل عن أدويتها ومراجعاتها والأكل اللي تحبه ومن إيش ممنوعة والنوبات اللي تجيها. فكل شوي تسألني يعني عن عمتي الكبيرة، متى بتجي. يعني عشيتها وغيرت ملابسها ولبستها حتى حفوض، لأنها كانت في الليل تقوم يعني تروح الحمام وكذا بحكم من الدواء اللي تاخذه كذا. فكانت صراحة أول تجربة يعني لي في أني أعتني في شخص كبير بالغ، كانت تجربة جدا قاسية يعني، كنت جدا محبطة. مرت علي أيام صعبة، كانت تدخل في نوبات بكاء وتكسير أي شيء قدامها يعني. فأول شيء كنت أسويه أطلع ولدي، وأحيانا يعني أتعور من أي شيء يعني ترميه. أخواتي صراحة كانوا يخافون منها يعني، ما عاد عرفت الشارع ولا المولات ولا الحدائق. كنت يعني إذا بطلع مرة لشيء مهم جدا زي مستشفى أو سوق أروح أعطيها منوم وتجلس واحدة من أخواتي يعني معاها. فالحمد لله يعني على كل حال، يمكن لعل الله رزقني فيها يعني عشان أنشغل وأنسى زوجي وزوجته وظلمهم لي. فانحرمت يعني من العيد في الاستراحة مع أقاربي، يعني طلعت فيها مرة أتذكر وجلسوا يضحكون عليها الأطفال، بديت كذا أن يعني أنا أتعصب، أنا تنرفزت أصلا وهي بدأت تعصب وتضرب نفسها كذا في الأرض وتصيح. فقمت أخذتها يعني وطلعت، ما عاد طبيت عيد مرة ثانية ولا عاد خليتها حتى تحتك في أحد عشان هي أصلا ما تتعب. فكان صراحة تضيق علينا ماديا يعني، ضماني الاجتماعي وراتبها من التأهيل يخلص يعني، ويكون عندي التزامات وأشياء يعني أنا أحتاجها. وأنا صراحة عندي عزة نفسي يعني، ما أطلب من أهلي أبدا، وولدي أبوه ما عاد يصرف عليه بالمرة، ولا عاد يعني أقدر على المحاكم ومراجعاتها. فكنت أدعي الله يعني وأفكر كذا في مصدر رزق بدون ما أتوظف يعني. وفي يوم
جاني إعلان دورة حق صناعة الصوابين مستحضرات العناية وزي كده، وأنا أصلا أحب هذا المجال مرة، فدخلت الدورة أونلاين، وبعدها يعني بعت قطع ذهب باقي عندي، واشتريت يعني لوازم صناعة اللوشنات والصوابين وزي كده، فبدأت أشتغل عليها، وأخذت يعني مني جهد ووقت. وقتها يعني رحت أعلن في الجروبات حقت الواتس، فكنت أبيع علبة اللوشن ب10 ريال، والله إنها يعني كانت من زيوت طبيعية، يعني كانت تكلفني كثير، وأرسل معاها صابونية هدية عشان أكسب بس زباين. والحمد لله يعني بدأت أشتغل وصرت أطلع بس راس المال، لكن بدون مكسب. يعني في الشهر اللي بعده ممكن كان عندي مكسب يعني 70 ريال أو شيء ما شابه، يعني استحالة يكون أكثر. يعني 70 ريال هذه في كل الدفعة اللي انباعت يعني، وقدرت إني أبيعها. بعدها فكرت كذا أني أطور المجال، فدخلت في زيوت الشعر، أخذت دورة مكثفة في الزيوت الباردة والحارة وخلطها وفوائدها يعني مضارها ومزجها مع الأعشاب وكذا. المهم بديت أرسل عينة مجانية، يعني عينة زيت مع أي طلب صابون أو لوشن، فالكل كان ينتقدني يعني ياما لقيت من الأقارب طعن وتشكيك في مستحضراتي، وإني ما أجيب أغراضها إلا من أي هيرب، وإنها أرخص، ومن هذا الكلام يعني اللي دائما الأقارب يحبطونك فيه في أي مشروع أنت تبدأين فيه. لكن سبحان الله ربي رحيم، يعلم أني ما أقدر يعني أتوظف، فحسيت أن ربي رحمني برحمتي وشفقتي على عمتي. سبحان الله كذا فجأة بدأ الشغل يكثر، بدأت الطلبات تزيد، يعني ما قصروا صراحة، أخواتي كانوا يعاونوني، فيهم اللي مسكت لي الواتس والطلبات، يعني حتى عمتي فديتها كانت تعبي معاي العلب، كانت ترتبها كذا وتلصق الاستيكرات، فالحمد لله يعني بدأت تتحسن صحتها وتحبني يعني، وبدأت تتأقلم معاي. كنت أقول لها يعني خلاص أنت يا عمة موظفة عندي، فكانت صراحة تجتهد ودقيقة جدا في تركيب الاستيكرات وترتيب الطلبيات، فيا ربي لك الحمد. فتح علي ربي باب رزق ما توقعته أبدا. بعد 1 سنة و8 أشهر بالضبط قدرت أني استقدمت يعني شغالة، وسبحان الله هذه الشغالة كانت خبيرة بالأعشاب، ساعدتني وطورنا من المنتجات، خصوصا يعني حق زيت الشعر، كانت حتى تطلب لي زيوت وأعشاب من بلادها. وما تميت 4 سنوات إلا الحمد لله يا رب لك الحمد، فتحت معمل مختص، وكان عليه تصريح يعني من هيئة الغذاء والدواء، وتصريح من وزارة العمل، والحمد لله يعني قدرت أني أمتلك لي بيت في فترة بسيطة، وأمي الغالية يعني وقتها جتها جلطة فجأة، لكن الحمد لله عدت منها يعني، صحيت إلا كلنا كذا حوالينها، كانت تناظر يعني حتى في أخواني تقول لهم يعني لازم نجلط عشان أشوفكم كذا متجمعين حولي، لكن الحمد لله يعني أخواني رجعوا أحسن من أول، وأمي تغيرت وعرفت أنه دوام الحال من المحال، وأنه ما يدوم لها أصلا لصحتها وعافيتها. وفي عز نجاحي وحياتي الجديدة حاول زوجي أصلا أن يرجعني، لأنه طلق زوجته وأخذ صار بينهم يعني مشاكل، وأخذت يعني عياله وكذا واستقرت في مكة، لكن يعني وقتها أنا رفضت تماما أني أرجع، فدخل ناس وجاب لي ذهب وجاب فلوس، لكن سبحان الله النفس عافته تماما. تقدم لي بعدها يعني سبحان الله، بعد ما تقدم لي هو تقدم لي شاب ما سبق حتى له أن أتزوج، يعني كنت متفاجأة، حتى أول ما علمني أخوي وقتها جلست أضحك، استبعدت الفكرة يعني عشان عمتي أصلا، كنت مستحيل أني أتركها لين أموت لين ربي يأخذ روحي، والله العظيم ما أتخلى عنها، رغم أن أمي يعني وأخواتي كلهم تعلقوا فيها وقتها، بس أني ما قدرت أصدمها، يعني كفاية عمتي الكبيرة يعني تخلت عنها كيف أنا. فعد قلت لأخوي بلغوا أني أنا رافضة، طبعا أنا عندي ولد متعلق فيني وعمتي مريضة وكذا، وأمانة عندي مستحيل أن أقدر أسيبهم، وحتى شهر عسل أصلا ما أقدر أني أسافر معاه، بلغوا وانتهى الموضوع خلاص، تعذر منه يعني. إلا بعدها ب3 أسابيع جتني رسالة يعني من رقم غريب، فطلع هو كان يسألني يعني إيش سبب رفضي له، فاستغربت يعني إيش ذي البجاحة، ما أعطيته وجه صراحة، لكن هو كان ملزم إلا يعرف السبب وعلمته، لكن قال لي أنا راضي وعمتك ولدك بيعيشون معانا. قلت إيش عرفك يعني فينا؟ قال يشهد الله علي أني أحبك من قبل حتى زواجك الأول. فتفاجأت مرة يعني، قال مرة جيتينا مع أهلك كنا جيرانكم ونقلنا، وما صدقت يعني أني لقيتكم وعرفت أنك تزوجتي، وتوني يعني من شهرين دريت أنك يعني مطلقة من زمان. فكأني كذا بديت أقتنع يعني، وكلمت أهلي وأخواتي واستخرت، قال يعني وين واحد تلقينا يعني يرضى فيك وفي عمتك وولدك وكذا، وافقت لكن شرطي انه يسكن معاي في بيتي. فوقتها اشتريت فيلا صغيرة وتزوجت، ورحت يعني شهر العسل 2 أسبوع، وكل سوالفي وهمي كذا عند ولدي وعمتي،
فسبحان الله تذكرت زوج الأول اللي غثني في طار عياله يعني في شهر العسل. لكن ما أخفيكم إن الله إذا أعطى أدهش، يعني زوجي سبحان الله وقف على مشروعي وساندني، وتفرغت وقتها يعني من المسؤولية ودخلت معاي شريك، فصرت أشتغل يعني على الشغلات التطويرية بس، وربي رزقني عيال وبنات، وكانت عمتي جزء من سعادتي وراحة قلبي، يعني جلست معاي لين صار عمرها 55 سنة. وفي أحد الليالي اللي كانت أصعب شيء واجهته في دنيتي هذه كلها، فجأة كذا بدون سابق انذار ارتفعت درجة حرارة حبيبتي يعني بدون أي مقدمات، وديتها المستشفى وطلع كل شيء عندها سليم، لكن سبحان الله قلبي كان حاس إنها مرة تعبانة، يعني الحرارة عيت تنزل عنها. فجلست معاها وقبل الفجر كذا تغيرت علي، حسيت يعني إنه فيها شيء متغير ما أعرف إيش، فجلست ألقنها الشهادة ألقنها يعني عجزت إنها تنطقها، حتى يعني كانت تنطقها مو قادرة، يعني كان كلامها يعني مو مفهوم، لكن كنت عارفة وحاسة يعني رافعة سبابتها، كنت حاسة إنها هي قاعدة تتشهد بس ربي أعلم بحالها. فرفعت السبابة وفارقتني رفيقتي، رفيقة المعاناة، رفيقة الضحك واللعب، سبحان الله كانت تخفف عني الكثير من معاناتي، إذا شافتني أبكي تجلس كذا تضحكني، حسيت وقتها أن ما عاد شيء بيضحكني من بعدها. يعني راحت عمتي بعد معاناة قصور في العقل لمدة 55 سنة، يعني ماتت وهي ما تزوجت حتى ولا أنجبت ولا عاشت يعني زي قريناتها. وقتها رجعت بيتي وفيني من الحزن اللي لو توزع على أهل الأرض لكفاهم، يعني تخيلوا يجون المعزين بدون أدنى إحساس، اللي يقول موتها ستير وموتها ارحم لها وزين إنك تجملتي فيها والحين بترتاحين من المسؤولية، يعني ليتهم يدرون بس كم كانت بالنسبة لي. الصراحة كانت لحياتي حياة. زوجي حزن كأنها أمه، يعني بكى على المقبرة، الكل حتى كان متعجب منه، كانت بركة البيت، أنا كانت سعادة، عشان كذا أقول لكم لا تجزعون من مريض موجود معاكم في البيت. سبحان الله لعل الله يبارك لكم في الرزق، يعطيكم السعادة والرضا بفضله ثم بسبب هذا المريض أو المقعد هذا اللي معاكم. أتذكر يوم دخلت علينا 15 سنة مرت كأنها أيام، يعني ما هدت نفسي ولا ارتحت من البكاء إلا بعد ما شفتها في المنام، وأنا سبحان الله كانت في كامل جمالها وعافيتها، كانت كذا تحضني، فصحيت وقتها أبكي وأصحي زوجي وأعلمه، يعني سبحان الله أقول له إن هي مرتاحة وبخير يا ربي لك الحمد، الحمد لله أنا اليوم صاحبة مشروع ناجح وربي عوضني يعني في بناتي وأولادي، يا رب لك الحمد بارين فيني وعوضني عن كل دمعة دمعتها ويسر لي كل عسير كان متعسر علي، يعني بناتي وأولادي بارين فيني، لو أجلس ساجدة لله ما وفيته واحدة من نعمه اللي أنعمها علي. أخيرا بس وصيتي لكل أم، إياك والحرص الزائد، يعني خلي أولادك يجربون كل اللي يبغونه، لا تحرمينهم من شيء، لأن الضغط يولد الانفجار، خاصة الأشياء هذه اللي تشوفونها أنتوا أنه مرة أوفر، يعني زي اللي أنا حكيتها لكم في قصتي، أحس أنها عادية، كل الأطفال يعني عادي يأكلون شوكولا، يشربون مياه غازية. أهم شيء سبحان الله التربية الإسلامية، الترفيه يكون بحدود الحلال والحرام، يعني الحلال بين والحرام بين، صنائع المعروف دائما تقي مصارع السوء، وأنا متأكدة أن إحساني لعمتي كان سبب في سعادتي. ولكل بنت حابة أقول يعني لا يوقف طموحك عند شيء معين، لا توقف حياتك على شخص أصلا، إذا أغلق الله عنك باب حيفتح لك مليون باب، أنت بس توكلي وتفائلي وسع رزقك مهما كان، اطلبي من الله واجتهدي، والله العظيم إن كل أفكارك حيجي عليها يوم وتصبح حقيقة، يعني على أرض الواقع تعيشينها وتفرحين فيها بإذن الله تعالى. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.